نستقبل عبر الهاتف الناقد الفني أستاذ أشرف غريب. أستاذ أشرف أهلا بيك، وبرأيك إيه اللي بيميز أفلام العظيم الراحل هنري بركات في تاريخ السينما المصرية كلها الحقيقة؟ يعني مبدئيا بيميزه احساسه هو بركات. يعني دايما بنطلق عليه ان هو رائد الواقعيه الشعريه، وده يعني الحقيقه مصطلح كتير حاولوا ينسبوه لنفسهم وناس حب ينسبوه لاخرين، لكن هو مصطلح بتتبناه ناقده المانيه شهيره كانت في نهايه الستينات وبدايه السبعينات اسمها اريكا ريختر. كانت بتحاول تميز بين واقعية صلاح أبو سيف اللي هو بيعمل بيهتم بتأثير المكان على الأحداث عن واقعية بركات اللي هي تأثير الأحداث على الشخصية نفسها، وده بنشوف الأبعاد النفسية والأبعاد العاطفية صحيح. حتى عند بركات في كتير من أبطال وبطلات أفلامه. طبعا بشكل واضح بتلاقيها مثلا في أفلام زي دعاء الكروان، استخدام المونو اللي هو الحوار الداخلي عند فاتن حمامه، بتلاقيها في الحرام، بتلاقيها في فيلم الحب الضائع، بتلاقيها في كتير من الافلام. تقريبا كل افلامه فعلا يا استاذ اشرف. لان بيبقى فيها بعد نفسي، اثر الحدث على الشخصيه صحيح اكتر من اثر المكان على الحدث زي ما كان عند صلاح ابو سيف. ولذلك هو بركات مخرج ناعم جدا، مخرج من ارق المخرجين اللي اشتغلوا في السينما المصريه بشكل عام. نادرا جدا حضرتك ما تجد دي عنف في الكادرات السينمائيه، حتى لو المشهد في جريمه مستحيل تلاقي نقطه دم واحده. هو دايما كان، حتى انا طبعا التقيت بيه اكتر من مره، فكان دايما يقول لي فاكر فيلم امير الانتقام؟ اقول له اه. يقول لي في كام جريمه؟ اقول له مثلا ثلاثه اربعه. يقول لي عمرك شفت نقطه دم؟ اقول له لا. يقول لي انا ما بحبش الدم، ما بحبش العنف، احب الجمال، احب الصوره الجميله الراقيه الناعمه. عشان كده بركات كان مميز جدا بشعريته ونعومته ورومانسيته وعاطفيته، وده منعكس قوي حتى في افلامه. عشان كده هو عايش لانه بيخاطب الوجدان الانساني بشكل عام. صحيح. استاذ اشرف، يمكن هنري بركات قدم للسينما تقريبا 100 فيلم، والحقيقه ان هم كم كبير، ولكن كمان الكواليتي او الجوده كمان لهذه الافلام عاليه جدا جدا، زي ما حضرتك ذكرت من حيث الستايل او الطريق اللي هو كان ماشي فيه. جوده الافلام ان هي لغايه دلوقتي هي افلام مهمه جدا في تاريخ السينما، ولغايه دلوقتي مهمه بالنسبه لنا. يعني تالي اي فيلم من دول بيبقى شغال كله بيبقى قاعد بيتفرج عليه كانه اول مره بيشوفه. ازاي حقق ده؟ طبعا الملحوظه اللي حضرتك بتقوليها دي واضحه اكتر في مجموعه افلام الخمسينات والستينات على التحديد. يعني في الافلام الاربعينيات كان بركات بيهتم شويه بالسينما الغنائيه باعتبارها هي اللي كانت سائده في ذلك الوقت، فتكتشفي مثلا انه بيشتغل مع فريد الاطرش، عفريت هاني، وحبيب العمر، وما تقولش لحد، اشتغل مع محمد فوزي في ورد الغرام، ومن القلب للقلب مع ليلى مراد، شحات الغرام مع ليلى مراد، المجموعه اللي هي كانت فيها قدر من النعومه والشعريه بقدر ما يناسب السينما الغنائيه السائده في ذلك الوقت. لكن العلامات البارزه جدا في مشوار بركات هي لما اقترب اكثر من واقع الحياه وتاثيرها على ابطاله، زي ما كنت بقول لحضرتك، بالذات بعد ثوره 23 يوليو. بنشوف ده كمان مثلا في الباب المفتوح. في الباب المفتوح صحيح. تطلع البنت المصريه الى اداء دور في المجتمع مع التغيرات الاجتماعيه اللي حصلت. بتشوفي حتى مثلا في حسن ونعيمه، فكره البنت اللي لازم يبقى ليها راي حتى في اختيار شريكها رغم القيود والقسوه اللي موجوده في المجتمع في ذلك الوقت. بتشوفيها في الحرام في حاله الانسحاق والقهر اللي موجوده بحكم الظروف. تشوفيها بعد كده طبعا عند فاتن حمامه في ولا عزاء للسيدات، وفي افواه وارانب، المجموعه الافلام اللي اكدت وجسدت فكره دور المراه في المجتمع المصري بشكل خاص، وطبعا ده بفضل ال 18 فيلم اللي عملهم بركات مع فاتن حمامه. صحيح، زي ما حضرتك ذكرت فاتن حمامه كان ليها نصيب الاسد يمكن. برايك ايه خصوصيه العلاقه الفنيه وسبب نجاحها من ابرز واهم الافلام؟ الخيط الرفيع، الباب المفتوح، افواه وارانب، افلام كتيره، دعاء الكروان، ومن اهم طبعا الافلام لفاتن حمامه والهنري بركات، ايه العلاقه الفنيه دي؟ لا شوف حضرتك، هو في جزئين في المساله دي. يعني اقول لك على وجه السرعه، اولا السينما المصريه كانت مرحبه جدا في الوقت ده بفكره الثنائيات بين المخرج والبطله او المخرج والبطل، فكره اللي احنا بنسميها كنقاد بشكل الحقيقه يعني جاف شويه، المخرج الملاكي. بتلاقي احمد ضياء الدين مع ماجده، بتلاقي حلمي رفله مع محمد فوزي، بتلاقي بركات مع فاتن حمامه،
تلاقي هند رستم مع حسن الامام الى اخره. أيوه صحيح. فده جانب كان فيه نوع من التفضيل شويه. الجانب الاخر حاله التفاهم، فاتن وبركات الاثنين عندهم رقه، عندهم عزوبه، عندهم رغبه في تقديم سينما ناعمه، سينما هاديه ما فيهاش عنف، لا يميلوا الى العنف اللي كان حتى بينتشر من وقت لاخر عند افلام بالذات الابطال فريد شوقي ورشدي اباظه واحمد رمزي الى اخره. فبركات كان دايما يقول لي انا من نظره فاتن بتفهمني ومن نظره انا بفهم فاتن. ممكن في لحظه احس ان الدور ان المشهد مش عاجبها فاقول ستوب ونعيد تاني لغايه لما نوصل لنقطه التفاهم. فكان هذا التلاقي الفكري والتناغم الذهني بيخلق حاله الفه، بيخلق حاله تفاهم شديده جدا بتنعكس على الشاشه، وده يبان قوي في ال 18 فيلم في العلامات البارزه عند زي ما حضرتك ذكرت عند بركات وعند فاتن حمام على السواء. بشكرك شكرا جزيلا الناقد الفني الكبير استاذ اشرف غريب. بشكرك استاذ اشرف.